انا هضر على البارتي ديال دابا عدد اللي تسالى بجن واحد غلبو استاد المغربي. كنت نهضر على جميع النقط اللي شفت في هاد البارديدو هذا، سواء في وسط الكامبو ولا برا الكامبو. اول حاجه ما عرفناش شكون اللي عنده الغرض يطلع، شكون اللي عنده الغرض يطلع للبريميرا، واش المغرب ولا هاد الكيبو هذا اللي مسميه استاد المغربي. ما عرفناش شكون اللي عنده الغرض هذا يطلع. ليه كيتفرج بارديدو يعني وما عارفش الالوان ديال الكيبوس بجوج بيهم؟ غيقول ان ديك الكيبو استاد المغربي هو اللي عنده الغرض يطلع، هو اللي كان في بريميرا وهبط وخصو يطلع دغيا. هاد النقطة هادي علاش كنقولها؟ حيت كتبين ان الحماس ديال الملاعبية طايح بزاف. ما بعدا في الميديو الاولي، بعدا في الشوط الاولي، ما كانش بعدا شي حاجة كتبين ان هاد الكيبو باغي يطلع في اقرب وقت. ما باغيش هاد الوضعية اللي هو فيها، ما كتظهرش بعدا في الميديو الاولي. بعدا ما كاينش الحماس ديال الملاعبية، وانا غنقول علاش ما كاينش هاد الحماس ديال الملاعبية. انا كصحاب لي في هاد الفترة هادي، يعني هاد الفترة تسالى الموسم، يعني في بارديو الوداد دابا يكونوا عملوا شي حاجة مع بعضهم. صدق باقة نفس العقلية، كنغطيوها دايما في الفلوس. سمعت شخصيا محمد المرضي في راديو مارس كيقول ان الملاعبيه كيتخلصوا الشهريه ديالهم، يعني عندنا الملاعبيه سوقهم خاوي، سوقهم خاوي في هادشي ديال نحمسوا بعضيتنا. انا كنت العام اللي فات كنلصق في انهم ما كيتخلصوش، كيقول بنادم ما متخلصش كيكون بالكاعيه مرون مع في الدار ديالو يا اخر، ما كيحمسش صاحبه. انا مسجين، انا مسجين هذا من ناحيه. دابا كنقولوا دابا النفسيه يعني تحمس بعض، حتى من ناحيه في وسط الكامبو ما منسجمينش. نساو بعد ديك اسبانيول، داك اللاتيرال بعدا ما كيلعبوش معاه، يعني الملاعبيه كيلعبوا مع بعض. ديك شغل ولاد المدينه كيلعبوا مع بعضهم، والبرانيين كيلعبوا مع بعضهم، مع جاهم في بنطه ضد بعضهم. وحتى ولاد المدينه كانت شمخات لك هذا ما كيعطينا هذا، بحال ديك جابرون مع المرابط. هادشي دابا هذا تقدر تقول باريو الاولي وما احتاجش، ويا لا و يعني باريو الاولي ما تحكمش هاد الغياب الانسجام عادي. استاد المغربي بيدو مجراو على 10 د الملاعبيه وجابوا 11 د الملاعبيه حتى استاد المغربي. علاش عملوا الانسجام وحنا ما عملناش الانسجام؟ علاش زعما؟ انا ما كنقولش شي اداء عبقري، ولكن على الاقل بحال استاد المغربي علاش زعما؟ مع العلم حنا لعبوا لنا الركائز العام اللي فات، يعني هادو عندهم مع بعضهم عامين، عام ونص مع بعضهم. المدرب مكلخ، هاد المدرب هذا اللي باقي كيستناني انا نهضر اسبانيول انا ماشي فاهمني، هذا يكون مكلخ كتر وكتر. هاد المدرب مكلخ، علاش المدرب مكلخ؟ انا ملي كيظهر لي المدرب مكلخ مش كنعرف المدرب مصبن، هو ملي كيعتمد لي على الملاعبيه شنو يعملوا، فهمتي؟ ما كتضرليش البصمه ديالو، يعني كيستناني هشام خلوه واش هيكون عاطي اليوم، واش يفوت، واش يضرب لي، واش يفوت لي خمسه ماشي حشيها، من عارف تجي شي كره بعيد تحشى شي بينالتي واحد زيرو. هاد المدرب اللي كيعتمد على هاد اللقطات هادو انا ما كنعترفش به، شني ما كان اسمه مدرب جالس وكيتسنى الفرج مع يعني المهارات الفرديه ديال اللاعبين. صح كان شي خطه اليوم، اليوم يعني الهجمه اليوم ديال اللي شفنا اليوم كانت عبارة عن يعني الأخطاء ديال آخرين، وهي هشام خلوة كيفرطط. أنا ما نجي عند الملعبية واحد بالواحد، أمشي عندهم واحد بالواحد بحال اللي كنا كنعملو العام اللي فات. أمشي عند ديك البورتيرو، هداك البورتيرو عنده شي حاجة مي كيتشوطا كيجيبها برا الكامبو، عنده شي حاجة في الراس هداك خانة. ما عرفتش دائما عنده مي كي هيسيب الكره كتجي دائما برا الكامبو، دائما دائما. العام اللي فات رجع صاحبي كان كيعمل هاد اللقطه، وفاشل في هادشي هذا، وفاشل انه يشبر الكواري بحال ديك الكره ديال البوستي اللي ضربوها، فاشل بزاف وكيخرج بزاف. ونهار باريو ديال المغرب فاسي ماشي بدا كيبكبك، انا قلت رجع عندك اللايف المغرب فاسي، قلت هذا الخانه هذا مفضي، هذا مفضي الحساب، هذا البورتيرو هذا. انا كنظن ما نعرف هذا الشيء، اللي جابوا ديك 5000 بورتيرو يعني هذا اخر بارديدو عنده كنظن، مي جابوا ديك اليوسفي
انا كنظن هذا عنده اخر بارتي دو تخانه. ما نعرف بالحق بهاد الفعايل. وانت عندك اربعه ديال البورتير، قول عندك كي ثلاثه، ما تحسبش ليك بونا كاع عندك تدخل حتى هو. عندك ثلاثه ديال البورتيروس وكتدخل هاد المكلخ. انا ما فهمتش انا هاد اللقطه هادي. وواحد اللقطه في الاخر ديال البارتي دو، شفت على باس كيعطي محمد علي، كيغرفالو مع الملاعب ديال ديك استاد المغربي. هي غاتفوت غاتفوت، اسمع المكلخ، الا كنتي كتفرج هي غاتفوت ديك استاد المغربي، ولكن غاتجي معذبان ديك محمد علي. علاش؟ حيت كتباوط راه صاحبي. واش ما كتقراوش؟ واش ما شني استفدتو من هاد الكوره هادي؟ شني استفدتو؟ كي علاش كتعطيها لهم باوط؟ راه باب وخصنا حنا شكون يسيبها من جهه اخرى. عندك الكابيتان، اسمع كابيتان الميموني، عندك المطاع ديالو هو نص كامبو. شوف واحد اللقطه كيف بقى يعمل الميموني، الله يرحم يماكم ولاحظوها. ومن العام اللي فات عاود هاد الصنعه هادي، ما عرفتش علاش ما كانتش فيه من اي مد العام، ما كانتش فيه، دابا رجعت فيه. حتى كي تشوف الكره صافي هي تقرب عنده، يعني وصلت الكره صافي، باقي عليها غير 3 المترو 4 المترو عنده، عاد كي تشوف هيدا، كي تشوف شكون اللي قريب الليل، كي تشوف يعني الكونترا شكون اللي قريب شكون اللي بعيد، عاد كي تشوف الملاعب اللي في نص كامبو عنده ديك، يعني ديك الماركه في نص كامبو، خصو يكون كيشوف هيدا قبل حتى تكون الكره عند البورتيرو ديالنا ولا البورتيرو ديالو. وانت كتشوف هيدا حاضي تحت، كتقرب الكره عاد كتعمل هيدا وفي الاخر ما كقضي والو بديك الشيء. هذا هو الملاعب اللي نقول لك كاز واعر في تاريخ المغرب. حتى كتقرب الكره عاد والو وديك الاعصاب بزياده ما كتفيد في والو. راه واذا كانت شي طاقه شي انرجي يعني خارجه من هاد الكيبو، هو انك كنتي تحمس الملاعبيه قبل بارديدو. اما ديك الاعصاب حيت عارفين بارديدو غيتنقل، مع ان ما نقيو بديك التمثيليات، مع ان ما نقيو بيهم. هذا هو اللي كنقول لك الدور ديال الكابيتان اللي كنت كنهضر عليها العام اللي فات، حتى مع الحسناوي. الكابيتان ماشي هو في وسط كامبو حيت الكاميرا كتصورني، عبد القادر كيصور وكان بان زعما هايدا وكنحيح مع بيترو، لا هادي ماشي فالطا اجي انت. هذا ماشي هو الكابيتان فيه هاد الخصله هادي، عنده واحد هادي خصله من الخصال، ولكن عنده الخصله. حنا دابا الخصله اللي محتاجينها في الكابيتان هو برا كامبو، هو يهضر مع ملاعبيه ويستقبل ملاعبيه. اجي واحد الحاجه، هذاك راموس مع ميسي مثلا، حيت نتوما مقنطرين في اوروبا. هذاك راموس سمعتي شنو قال له؟ ما شاء الله جام باريس، مع العلم يا خو عاد جا عاود قال له مرحبا بك في الدار ديالي. يعني فيه ديك الجينات ديال القياده. راموس كيقول انا ميسي. هاد الملاعب، هاد الكابيتانوس، هادو اللي معتبرين كابيتانوس عندنا في الكيبو، قالوها شي ملاعب جديد ولو غير يعني غير بالهدات. انا ماشي كنقول لك بصح تعملها، كاين حتى شي واحد وقيل هنايا خلي شي واحد شي براني يدخل الدار ديالو، ولكن غير بالمعنى. فاهم المعنى ان القياده ماشي غير هي نحيح في الكاميرا حيت العمارتي كيصورني. القياده هي انك تعمل شي حاجه برا الكامب وما كنشوفوهمش حنا. القياده هو مبان معصب قدام بانطا انا جرين تام. حتى الحسناوي على هاد الهضره هادي. الكابيتان ماشي هو نجبر بورتيرو لبس التقيطات الفيلاني ونحسب بيناردتيز، ومزيانه انا ما كنقولش هادي يعني. ومزيانه هادي، حتى هادي من خصلات القائد، ولكن حنا دابا في هاد اللقطه هادي خصنا نطلعو، خصنا شي واحد برا كامبو كيحمس ملعبيه. الكابيتان هذا كيحمس ملعبيه، يتعشى مع واحد بالواحد ويعرفهم واحد بالواحد. نتوما ما كتعرفوش بعضكم اصاحبي، ما عندكمش النفس على بعضكم، علاه كتلعبوا هيدا مرخيين؟ عندك هاد الحسناوي، دابا مشيت عند الحسناوي، هذا الحسناوي ثقيل بزاف. شراف الحسناوي، شراف ديك الهضره ديك التخربيق ديال عروض من القسم الاول، غتكون غير حد سوالم ولا واتزم ولا برشي اللي ديك هذاك الحومه. يعني شي كيبو كبير عروض من القسم الاول ما كيناش، يعني العروض القسم الاول بحال ديك الخارج القسم الاول، بحال ديك الصفوف الاولى ديال القسم الثاني، هادو هما العروض القسم الاول. انا محسوب لاعب في بريميرا ولكن لاعب في الاخر،
انتينا كواحد عادي تلعب في كيبو بريميرا في الاخر، ولا تلعب في كيبو نقول لك انه يشبر الصداره في السيكوندا ولاعب في نهاية كاس العرش؟ لما تفضل اذا جالك العروض، لما تفضل. قلت لك الخانة هذا تقيل بزاف، وشني هاد الثقل هذا، هاد الشروفيه هادي، هاد العيا هذا بزاف، شني كيعمل له في الاخر في بارديدو؟ الاخر باريدو شفتي واحد هايط به، واحد جرابه، واحد السطر المغربي في الاخر هايط به، يعني هذا كيرجع ما كيقدرش يغطي في الديفينسا. شفتوا هشام خلوه مي كيطلع ما كيجبر حتى شي واحد، ما كيجبرش يعني كيفاش يساند الهجوم. هاد الثقله والشروفيه اش كتعملنا؟ يعني ما كيغطي ما كيطلع، ومين بنادم كيعيا في وسط الكامبو ساقسي مخير، اذا كذبت قول لي كذبت، مي كيعيا بنادم في وسط الكامبو كيعطي التمريرات غلطه. هادشي كامل والحسناوي واعر، يعني احسن واحد جاز في نص كامبو هاد بارديدو، احسن واحد في نص كامبو هاد بارديدو. شنو كيدل لك هادشي بهاد السلبيات كاملين وخرج احسن واحد نص كامبو؟ كيدل ان الملاعبيه اللي معاه هو مفضيين مشللين. مي هذا بهاد العيوب كامله يعني شارف وكيعيا وما كيساندش لا هجوم لا دفاع، حيت كيعيا وكيغلط في التمريرات، وهذاك وخرج بارديدو احسن من ديك الزيونات اللي معاه في نص كامبو. ضعافين اخي ضعافين، او تخربقوا علينا بديك الوفاء وديك التخربيق. عندك ساعود صاحبي، اسمع انا ما نهضرش على الديفينسا ديالك، حيت انا ما عمري ما امنت ان شي يعني من البوبري ابرو الله يرحمه مني مشى، ما امن بشي خربيقونا يقول لي انا كان ديك الجرينتا وديك التمثيلات. خصكم الخدمة على ديك الديفينسا، عييت ما نحمق راسي بها، حتى معاك محمد علي عييت ما نحمق الراس ديالي بها ديك الديفينسا كيفاش طلعوها. انا نهضر مع هاد خانة هذا في واحد النقطة، حيدتي فالطان هشام خلوه. دابا هشام خلوه هو ديك بنادم حايل في الكيبو، فهمتي؟ ديك خليها هو، حيت هو حايل كي بدا الساعة بأخرى. دابا نتوما ملي كديرو فالطة من العام اللي فات كان ياخر كان هذا، دابا نتينا جات النوبة ديالك ديرو فالطة. واش كتعرفوا تشوطو فالطة مي كديوها له؟ علاش كديوها له نتوما ما كتعرفوش تشوطو فالطة؟ علاش دابا؟ علاش دابا؟ اسمع دابا نتينا ديتي له فالطة، يعني عملتي واحد المسؤولية انك غتحملها، مقد بديك المسؤوليه، قد بيها. علاش كتشوط فالطه وانت ما كتعرف لها شي؟ واش كترينا على فالطه اصلا في ترينامينتو؟ ديك فالطه اللي دخلوها لك ديك 433 غتبقى سامر عليها حياتنا كامله. دابا خليو له ديك واخا ضيعتو، الا ضيعهم ديك خلوه بيناردي وفالطه اخي هانيه تجي مع اخي هذاك بقى معنا في السيكوندا، انتوما حتى دارت بكم ليا معاد جيتو للكيبو. هذا معوطه لو كانت وما بغاش يسمح في الكيبو، خليه يضيع عطف كيضيعو كيضيعو، وخليه هو يضيعهم. علاش انت علاش كتحشيو راسكم؟ علاش كيزرب عليه كيعمل له هيدا حيد حيد ماشي تشوطه، وفي الاخر ما كيوصل حتى الباب، ومأثرين بالملاعبيه يا خرينا صاحبي. ما عادش واحد ما عندوش الشخصيه ديالو، كلشي مأثر. انا تشوطه بحال كريستيانو ولا تشوطه بحال ميسي، مأثرين هوات والله العظيم. مد اللعب هذا يعني باقين شابرين بهاد العقلية وبهاد اللعبة هذا. محمد علي هاد الملاعبي عندي عزيز، هاد العايل عندي عزيز من أول نهار دار عندي عزيز، ولكن واحد الحاجة المعزة بوحدة وهاد الهضرة اللي غنقول بوحدة. محمد علي واحد نوعية الملاعبية د المغاربة، هو بدا كيرجع مغربي، وكان في نقولو شي وجه بالزعورية كان كيبغي دار هايدا، ها هو رجع عام مور عام كيزيد يتكف بحال اللي كيزيد يتما يتمغرب عام مور عام، موسم مورا موسم. ديك العام الاولي ملي كان بيضيرو كان كيدار واعر، العام اللي فات جلسوه بنكية طيح. هاد بارديدو هذا مشمع، علاش مشمع؟ الخسارة عادي، ديك التخربيق ديك المبرر عادي. انت باقي ما خدمتش على راسك، باقي ما كدارش خدمتي على راسك. هاديك ماشي الفورمات الديفينسا، هاديك ماشي فورمات الديفينسا. راه خصو يقولها لك شي واحد اصاحبي، راه خصو يقولها لك شي واحد. اذا كان شي صاحبك كيحلها لك ديك الهضره ديال الراموس المغرب والراموس تطوان، خصو يقول لك ها الراموس ديال تطوان، وخصك تصحح وصحح اصاحبي، صحح خلع الديفينسا اصاحبي، صحح.
قلت هذا الشيء ديال الديفينس معاك ديك هذاك اللي كيسرق فلطة جنة الزين اللي يسرق فلطة يا اخو، هذا بجوج فيكم خصكم لابد تجوزوا على شي ديفينس قديم جاز واعر. انا قلت امين الرباط يكون معوض صحة. طبعا انا كدخل الاداره التقنيه، لكن عندنا شي مدير تقني في هاد الناس يعيط له ماشي يخدم معاهم هاد الديفينسات الصغارين، اذا اعتبرنا ديك اللي كيسرق فلطة باقي صغير يخدم معاهم باش يحسنوا الاداء الدفاعي ديالهم مزيانه. واحد ترينامينتو تبقى تمشي تجري مع الرمله وتجي وتجي هايده، وانا ماشي وانا خدام سطوريات انا كنعمل هايده وكنجري من الجبل للجبل. هادو ماشي ترينامينتو ديال خدموك في الكوره، هادو خدموك في الفيزيكا. الكوره خصها واحد الخدمه اخرى، خصها الخدمه مع واحد ملعبي جاز من الكوره، جاز من الكوره وكيعرف شنو هي الكوره، وجاز مع الترينادور كيفهموا شنو هي الكوره. اما تبقى تجري من الجبل للجبل، تجري في البحر تعوم، هذه ماشي الكوره، هذه الفيزيكا صح، ماشي العب العاب القواصه. محمد كامل اسمع، محمد كامل انا بارتيدو جاني يعني قدمه في الاول يعني واعر لا باس به مقارنه باللي معاه، ماشي كنقول لك واعر يعني مشي نبالغ من دي ماريا مقارنه. ايه في الاخر بدا كيتبحطن في الاخر، ما عرفتيش شنو وقع له. بحال اللي كيعرف هاي مقوده مقوده وكيزيد يقوده، ما فهمتش انا هذا هاد الملاعب من العام اللي فات، وكيضيع الوقت في الاخر. العمارتي صح، العمارتي ولحظه فيك، العمارتي يعني العمارتي يعتبر رب الالهه ديال العبوديه ديال الكيبو. اي حاجه قبيحه في الكيبو كيتشوف العمارتي واعره وقالكش اني هاد التبهديله اللي عملت ضيعتي الكره في الاخر. يعني قدمت نقول لك 70 دقيقه الاولى في الطبي ديالك، جيتي في الاخر بديتي كتخرا انت كتجلس عليه هما صاحبي. عاود كنظن انت عاود ديك سبعه القضايا د وكيل الملك، مشي عاود رفع قطع الفيديو وتشوف شني قال لك. كان احسن من جابرون فات بارديدو، هذا محمد كامل كان احسن من جابرون فات بارديدو. علاش قلت مقارنه باللي معاه احسن؟ لكن في الاخر دي اضراب ديك الشيء كامل في الزيرو بديك اللاعب، وما كتفهم ليش شي حاجه فالطه ما كتقدروش توصلوها، ما كتفهم ليش هاد اللقطه هذه، ما كتفهم ليش يعني ما نضربش المثله براسي، ولكن جيب اكثر واحد كيمارس العاده السريه غيوصل الكره اكثر منكم، نتوما ما كتوصلوهاش. علاش شني تماك صاحبي، شني علاش شني السر تماك ما كتقدروش ديك فلطه توصلوها في الاخر كاع مره. يعني فلطه الاخر كاع مره فلطه اللي ضربه يضربها شي واحد بالراس ولا حاديها برجلو، بحال ديك تستنى واحد بارسا مع باريس سان جيرمان لا يضربها وصافي هيدا ديك سيرجيو روبرتو، هذا ما كيقدرش يوصل صح، هو ما كيقدرش. محمد كامل النوعية الملاعبية اللي تدخلهم في آخر 20 دقيقة، كيفاش علاش وكيفاش؟ هاد الملاعبي كيجري، هاد الملاعبي واعر في الجري، يعني في البندات كيجري مزيان. علاش قلت لك انا في الاول بارديد وقيلا عيا عليه وقعد المنظر. انت مدرب مكلخ، راه ما نقلب شي اللغة ديالي نمشي بورقعة، انت كمدرب كله كنت خصك تلعب على الدخله، انك ضاغط على ديك الصاد المغربي مش تفرعهم في الفيزيكا خصوصا في اللاتيراليز ديالهم، ومن بعد اخر 20 دقيقه تدخل محمد كامل ها هو يبقى يصوت فيهم تماك، ها هو عوض الجون. علاش حسن جبرون عوض الجون؟ عوض الجون جبرون يعوض حتى هو الجون، يعني شحال الجون يستحشاو جوج، يعني جوج نجوج مزيان. ارانا حاجه اخرى عاود نقارنو علاش ما حشاوشي، عوض الكون. علاش قلت لك احسن من ديك المكلخ يا اخو؟ انا ما كنفهمش علاش ما كي فكروش يعني كبارديدو، وانا كنفكر في بارديدو كنت يعني هاد السيمانه الاخيره كنفكر فيه، وكنشوف هاد الصاد المغربي كنقلب على شي بارديوس اللي كانوا تفرج يعني نتفرج لهم باش نفهمو. ما كيعملوش هادشي والله، ما كيعملو داكشي الطاقم التقني ولا كيعملو، كيلعبو ديك الكره كيعتمدوا على راسهم، ما كيعتمدوش ما كيشوفوش الخصم. واش فهمتي؟ يعني دابا الا كان لاعب كونترا شي كيبو كيعاني، يعني كيعاني في اللاتيراليز ديالو، هو ما يدخلك يعني مجازا، هو ما يدخلش ديك الملاعب ديالو لا يصد ديك اللاتيرال، هو كيدخل ديك الملاعب اللي مقتنع به عام كامل،
ما كيفكرش يكون الخصم عنده نقاط الضعف ديالو ونقاط القوة ديالو. والدليل هاد محمد كمال ما كتستغلش، محمد كمال اللي تستغل في اواخر البارتيدوس غيكون واعر، ولكن الكيبو ما كيبغيش حيت عندنا المدرب مكلخ. عندك الوردي غاسه، خاصة الوردي غاسه كثر من الكورة صعبة. عمري انا كنقول لك علاش الحسناوي وديك العيوب ديالو كاملين اللي ذكرتهم واحسن نص كامبو، حيت ما كيهربش من الكورة. انت كتهرب من الكورة صح. واش باقي شي تعليق على واش هذا نقول دابا هادو كاملين نقدر قبل منا نقول اللاعب فلان الفلاني، هذا نقدر نقول عليه اللاعب هو ما كيشبرش الكورة. اللاعب كرة القدم يعني لاعب، انا لاعب وكنشبر كرة القدم، انت ما كتشبرش كرة القدم يعني انت ماشي لاعب. اش كتهرب من الكرة وانت نص كامبو؟ كتهرب من الكرة يما صاحبي على ملاعبية صاحبي. ونص كامبو اكثر يعني يعني منطقة في الكامبو خصو الملاعبية ديالو يكونوا شجيعين ومقيدين بالكرة، كيخرجوها في اقوى مراحل ضد الضغط، و70 الف ديال البوبليكو والكامبو كبير ومعاك غير المخاخ، وخصك تكون يعني ديك الملاعبين اللي خرجه من بيناتهم. انت غير في السيكوندا مع كيبو غير مرشح للصعود، كامبو خاوي، انا نهضر على الكامبو خاوي، وما قاد كثر من الكره كيدفع الكره وكيمشي زعما يجري زعما كيطلع زعما انا سناوني في القدام زعما انا ما حشيت الكون زعما صافي عملت اللي عليا. لا اخي ديالي انت كملاعب ديال الوسط خصوصا اللي قلنا انك يعني مؤخر، اعمل الدور ديالك كلاعب وسط وما تحشيهاش عندي حسن، خلي المهمة التسجيل للمهاجمين هما اللي يتلاموا ولا الأجنحة. انت من لاعبي شنو تبقى تحشيها وفي الاخر يتحشوا بالسبة ديالك يتحشوا فينا الجونيز والو. الملاعب اللي كيهرب من الكرة ما كنعترفش به ملاعبي اصلا، مرابط ضعيف الديفينسا، ضعيف الديفينسا والو والو. اذا بقى هيدا المرابط ما عوضناش على هذا، غنبقاو هايداك محنصرين ما كيخدموش الفيزيكا والو. الفيزيكا ضعيفة صاحبي، الفيزيكا ضعيفة. الملاعبية عندنا كياكلوا نفس الماكلة اللي كناكلو حنا، يعني عادي كيضرب الفريد كيضرب حالنا بحالو، الفرق الوحيد انه كيمشي ترينر هايدا يعني بالحديدة كيمشي ترينر، نقزها سيب الكورة ضربها بالراس رجع بحالك نضاه. هذا هو الفرق الوحيد بين الملاعبي والمشجع، ترينامينتو بالساعات وديك المآسي والجرح والضرب والضغط النفسي ما كاينش، كيعيش ديك الحياة بالحلاوة ديالها، وخصو شي طموح وخصو الجمهور يحلالو. عندك ديك اللاتيران ما عرفتش انا كيفاش كيتنطق اسمه، كنظن جيام ولا ما عرفش ني، ما كيلعبوش مع الكورة. هذا هو الملاعبين اللي نقدر نقول لك ما كاينش الحكم عليه، ولكن يكون الحكم عليه بطريقة غير مباشرة عن طريق المدرب اللي جابه. عندك المدرب هاد خانة هذا كي يعني العايد المدينة المدرب. دابا المغاربة عايشين البطالة وكاين بروق على اللي عايش منهم البطالة. شوف هاد الشراسيس تاع الخوا ماشي بحالك، وكاين بروق على اللي ما عندهم حتى هما حتى خدمة عاودي جالسين. حنا الكيبو ديالنا كيحيد لهم البطالة، كيعمل لهم ديك البطالة المقنعة. دليل بلعض المرة توقعت مع اسبانيول في عاد ضد الكونسر هذا، عقلتو هذاك العام اللي فات ديك المساعد ديال يونس بالاحمر كيدرب كيدرب في الهود اسبانيا، اجي مساعد المدرب يعني المعد البدني ديال المغرب في ماشي بيطالي اسبانيا. اجي عندك هاد اللاتيرال هذا جابو يا اخر حيت العايد المدينة ديالو. عندك جابرونا صاحبي، جابرونا حاجة خلاني نسقسي راسي واحد حاجة في وسط بارديدو، واش ما عندناش الملاعب في وسط كيبو يباسي واحد ديالو يعني يدوز واحد ديالو، ما عندنا حتى ملاعب يقدر يدوز واحد ديالو. بقيت كنفكر كنعصر دماغي، جبرت هشام خلوة اللي يقدر هيدا ما كيكون كيجري بالكورة، هذاك هو الوحيد اللي يقدر يزرب على واحد ديالو. شي باقي ما كنشوف حتى شي واحد يقدر يزرب على واحد ديالو. وعصام الراقع عباد الله صعب، شارف السيد سال الكره هذاك، باقي العام اللي ما جا رجع ترينادور ما كيقدرش يفوتو هذا. وحنا في السيكوندا
وكيبو غير مرشح للصعود اللي كنقول لك دابا لاعبين كونترا ديالو، ما قدر حتى شي من اللاعبين ديالنا يفوت واحد ديالو من غير قلت لك خلوه، وفي حالات يعني على رؤوس الاصابع ديال الواحد. دابا هذا ملاعب يختلف على العامة، وما قدرش يفوت واحد ديالو، شني المعنى؟ صح، علاش انت ملعبي؟ شني انت هادي؟ واخا كاين ملعبية على المستوى يعني الفني والتقني ضعافين، ما عندهمش مع هادشي، ولكن كاملين وغير بعض، وحتى اللي في القدام، وخصو ديك اللي كيكونوا في القدام الجناح وديك المهاجمين خصو يكونوا عندهم مع التقنيات هادو ضعافين. الشرفة ديالي ما كيقدرش ينيشن الباب، كرة معوطة. أنا ملي كنشوف العمارتي حي على شي كرة يعني ما دخلتلوش هنا الراس، أنا كتكون أصلا ما دخلتنيش الراس بحق. ملي كنشوف الاعتراض ديالو حتى هو منا كنعرف هادي عاملة قد راسو ديك الملاعب اللي ضيعها. زائد واحد الحاجة، واحد الكرة في الميديو الأولي كنظن كتحيح في وسط بارديدو، يعني دابا نسينا ما عرفتش شي واحد عيط لك في وسط الكامب وما عطيتيهالو شي، وبديتي كتعمل له واش عندك في وسط البارديدو. دابا هذا ملاعب احترافي، وخصو يكون عندك التركيز مع البارديد يا صاحبي، ما تبقاش تركز في ديك الغوات وديك الحيحه ولا هادي. ما يرجع البوبليكو للكامبو وتشمخ بالتزبيد، شنو تبقى تدور عن واحد بالواحد وتبقى ترد عليهم. زائد واحد اللقطه اخرى، المرابط كان بالبنده ديالك وما عطاها لك شي، ما عرف فين سيبه حتى هذاك، بقيتي دقيقه قد المكانه كتقول واش كاين هنا اش كاين. دابا ايه بيني وبينك، بيني وبينك والبوبليكو كيتفرج، نحسبوا المرابط عطاهالك. المرابط كان قبل نص كامبو وانتينا هنايا تحت، نحسبوا المرابط عطاهالك. شنو كنت هتعمل بيها مثلا؟ شنو كنت هتعمل بيها؟ شنو غتفوتهم بثلاثة وغادي تطلع من باب تحشيها؟ هي باش نحادي الكورة، هي باش نعمل لها هيدا الطق، صورنا ياسين انا دخل انا اسطوريات، انا لعبت مع المغرب في السيكوندا، واش شنو غتعمل؟ عندك الحلول في راسك. انا ماشي كنحبط انا ملعبيه، ولكن باش تعرف القدرات ديالو. كيحي على المرابط من الصباح، شني غيعمل بيها؟ والدليل، الدليل على الهضره اللي كنقول، عطا والو بلعض المرات ما عمل بيها والو، ما حشى حتى شي جون، ما عوض حتى شي حاجه، ما ساند حتى الكره تعوضات له، مشى مخلوها حشيها ما حشاها شي. عندك خلوه احسن واحد بلي انا في هذا البارديدو هذا. علاش احسن واحد؟ على واحد النقطه كاللحظه حتى هو عاود مش حال هادي بحق هاد البارديدو عاود كدار. حنا نص كامبو ما عندناش، هاد نص كامبو يعني هاد صانع الالعاب بصفه اخرى. شنو كيعمل هشام خلوه بوبري؟ مع العلم انه كيلعب مورا نقول لك المهاجم ولا يلعب مهاجم، كيرجع حتى نص كامبو ماشي يشبل الكره، وقعت في البارديدو اكثر من 5 المرات بقوه، خصو هو اللي يشبل الكره ماشي يدفعها، مش تزيد القدام. كيجي هشام خلوه كيعملنا الفعال دميسي مع بارسا، مي كانوا بارسا مدعدعين كيعملوا هشام خلوه معانا، مش كانت بارسا ما عندهاش نص كامبو كيعملوا دابا هشام خلوه. علاش انا كنقول لك هاد الملاعب واعر، زائد المكلخ الطرينادور، ما فهمتش انا هاد العاده الطرينادوريس عندنا، المكلخ اللي كيجوز كيبو كيخرج هو، ما عرفتش علاش كيخرج هو. علاش نقول لك؟ واخا تقول لي هو من حقه يخرج، اي ملاعب يقدر يخرج، كبار من اللاعبين كيخرجوا، ولكن خصهم اخراج ما يكون يعني هو اسوا واحد في بارديدو. هو ماشي اسوا واحد في بارديدو، كان محمد كامل اسوا اكثر منه وما خرجوش. علاش كيخرج محمد كامل في اخر دقائق؟ ما بقي والو، علاش كتخرجو؟ كان يقدر يكون الفرج، ما نعرف بدل اللعب ما نعرف، ولكن علاش كيخرج؟ علاش كيخرج هادي هشام خلوه؟ علاش راه باقي ما تعرفنا ديك الشيء تصدع العام اللي فات؟ علاش كان راه ما كتبقى تهبط على الملعبيه واحد بالواحد بالواحد؟ هيدا راه مستحيل تعرف بحال ديك الاخبار، راه حيت اللي كيعرف ديك الاخبار ديال ديك الملعبيه كيكون عنده الكونتاكت مع شي واحد فيهم هادو كاملين. ما تسمعش الهضره ديال ديك العوار، دا واعر باردي ان شاء الله باردي الاولي باقي باردي، هذيك الهضره ديك الغيلوف في الدهين هذه بالطريقه هذه مش كيجيب الاخبار. انا ما نقدرش يعني ندان فيه مورا هاد التبهديله هادي، وماشي يعطيني الاخبار. زيدهم على راسك ديك الاخبار، مش نعرف هشام خلو علاش تعدلت له العام اللي فات مع الاداره. عندك ديك حمزه الهنوري فكرني بواحد الحاجه ما نهضرش عليه، ما يعني لا لم يختبر كبديل. انا هنا يعني بغيت نعرف ديك افريكانوس اللي ملايين كيمشي كيبو في ديون، علاش ما شاركناش في افريقيا؟ مهاجمين الافارقه ما عارفينهم.
كاينو ما شفت انا واحد التصويره داخله هذاك الطنزاني شعبان، ما نعرف فرحان عايش الحياه ديالو، ما عرفناش احنا هاد السيبه هادي كيفاش مشى، ديك لي مامولاي ما عرفناش فين هو، واش مشى واش باقي، او مهم سيبين وصافي. خلص الفلوس صحاحين راح حتى اذا ما تخلصش دابا راه كيسالو في الجامعه، راه ما مش كتشمخ لك بالعطار، مش كيقول لك راك داو 70 قضيه في الجامعه بالسبه دا الناس هادو، اذا راه ما كتوضحش والو حتى شي واحد يوضح لك. علاش كنقول لك خصك تبقى الدهان ملعبيه باش تبقى تعرف هاد الاخبار. عندك زهير مارور ما كنعرفوش، هاد خانه دخل في عوض انس مرابط، غطى شويش ديك الموطع اللي كان رجع ترعى، لكن ما يكونش عليه الحكم في هاد البارديدو هذا. الفردوسي حتى هو دخل كبديل، بغى يتحرك شويه ولكن ما كنظنش عليه التقييم حتى هو، يعني نص كامبو كان مشمع به او بغيره. دابا هي واحد حاجه غنسقسي عاود، واحد حاجه غنسقسي كاللحظه، ان الترينامينتو مي كيقول لك كواليس يعني قبل المباراه وديك التدريبات قبل المباراه، كنشوفوهم كيدربوا بزاف في الفيزيكا، يعني ديك اللي كيبقاو يعملوا هيدا وكينقزوا كيجيو هيدا وكيدار الرياني معاهم. انا بغيت نعرف واش كيترينارو بالكره واش كتحاديوها واش كتنيشو نباب. دابا هذيك فالطات مثلا، واش كترينارو وتبت انك كترينار على فالطات دخلوا من ستوري، إيه كنتوما كتحمقوا على ستوريات والعائلات، دخل الفلطات انك كتحشيهم كتبين نفس ستوريات انك ها انت حشيتي فلطات بحال اللي كان كيعمل سينكاتوكا. واش كترينارو بالكره وكتشوط الكره فلطه بحال اول مره تجيلو من العام اللي فات، ما كاينينش الترينامينتو على الكره حتى على كورنيس على هاد التخربيقات فلطه من بعيد من القريب، ما كاينينش الترينامينتو بالكره. واش كترينارو بالكره؟ اذا كنتو كترينارو بالكره وهادشي راه الفضيحه، واذا ما كنتوش كترينارو هادي الفضيحه اكثر واكثر. ما كنظن بهاد التخربيق هذا اللي عملوا من ملاعب هذا بارديدو هذا، كنظن ماشي بعيد يقولوا لهم ما تبقاوش تنقلوا لنا بارديدو يعني المره اللي ما جا، فهمتي؟ يعني بارديدو جمعيه سله، واخا جمعيه سله يقول لك وسط الامبيكا، يعني بارديدو اللي موراهم برا الدار اقول لك ماتيريال ما عندناش الا عبد القادر وغال في السلم تسطح ديال ديك الكامبو، لا العمارتي مريض بالرواح، لا يا خرا مريضة بكورونا، بقى يبقى لك بهايدا باش ما يتنقل لك شي بارديدو باش ما نشوفوش هاد الخراوات هادو ونهضرو عليهم. صح تقدر توصل اليوم ما غيباتش سعيد العمارتي تا يسمع مع شي ملاعبي ولا مع شي اداري، هاد الهضرة تخربق بسبب هادشي، حيت اليوم شفنا الفضيحة. دابا هي فضيحة كيقول لك اللهم يسمعوا خسروا بجن واحد، هايدا ما عارف كيفاش كانوا بارديدو، باش كيبقى ديك الاحتمالية 50% انهم زعما تقاتلوا ديك جن واحد هيدا وما كتبش، ماشي بحال جن واحد مدينه شفتيهم الحمير ضربوا لهم بوستي وما حسبش بينالتي بيترو. ماشي بعيد ان الملاعبيه يطالبوا ما يتنقلش بارديو، ديها من عندي انا بهاد العقليه ديال هادشي هذا. المدرب كان محجر، انا ما عرفتش مدرب اجنبي في السيكوندا ومدرب ولد البلاد عاد شاء الله هيدا في بريميرا ينافسنا على الالقاب، مخربق ديك الشيء. هذا مكال عندنا الكونسر، عندنا الكونسر ضد الضبور، قلت انا عندنا الكونسر ضد الضبور، سرطان الضبور عندنا في ديك الرئاسه. هاد شنو كيعملنا صاحبي بديك الشلاء، ترينادور اجنبي ما يصلحش في السيكوندا ديال المغرب مؤخرا، يعني كان في شي وقت يصلح، دابا في السيكوندا ديال المغرب ما يصلحش ترينادور اجنبي اللي كنشوف انا ما يصلحش. شباب محمدية بالبزاقية ديالهم وفشل لهم ديك الطاليانو ديالهم، عاد يجي لك انت زعما ديك العقلية اسبانية زعما، تا هو عاود معرف شحال عاملين معاه في الكونترا عليها ما قادرينش يتستغنيو عليه. هاد السيكوندا هادي خصها شي ترينادور من الاخر بكل رجولة، خصها شي ترينادور عرباني من ديك هادوك ديالهم، حيت حنا كنتقابلو مع الكيبوز ديالهم ما كنتقابلوش مع طلبة تطوان ومارتيد، كنتقابلو مع خصو يكون شي واحد من تماك عندنا ما جيناي عنده قاضي الغرض ماشي يشوف لنا كيفاش نطلعو. وبديك الهضره التخربيق او السيكوندا وتخربق السيكوندا كيطلعوا لا غير هيدا، زعما اخرين كيبيعوا بارديو بحال زعما حنا الشرفه، زعما حنا ما كنبيعوش الباردي دوز، زعما الكيبو ديالنا كيبيع باع بارديو دوز العام اللي فات،
يعني اللي كيقول على شي حاجه على هاد الكيبو ديالنا نازيه يمشي يشد قمه احسن، يقول لك الكيبو غيطلع هايده. ايوا الكيبو ديالنا فيتو كيباع الباردي، الكيبو ديال الاستاد المغربي بعد ما شفتش انا قد بشي يعني شي فارديدو يعني خيالي، ما كانش شي اداء اسطوري يعني، لعبوا على حسب القدرات ديالهم، وهداك غلبونا اللي كيدل على ان الكيبو ديالنا اللي كان ضعيف ماشي الاستاد اللي كانوا قويين، حيت كاين شي بارديدوس كيكون الخصم هو اللي قوي علينا عليها كنخسرو وحنا كنعتبروها ضعف من عندنا. هاد المرة هادي كان الاستاد المغربي عادي، حنا اللي كنا ضعافين. واحد حاجة بعدا عقلت عليها، الاستاد المغربي في الميديو الاولي مثلا، الميديو الاولي تجمعوا مع بعضهم ودرعوا بعضهم وكيحمسوا بعضهم، علاش طرحت اول حاجة شكون هذا اللي كان عنده الغرض في الصعود؟ واش حنا ولا هما؟ حنا ماشيين هيدا التلاميذ ديال الاولي مشي معصبين، ما كاينش الحماس، فحال بارديدو عادي بحال شي بارديدو ودي طيحن 5-5-5 زيرو، مي جا اختبار حقيقي خمسوكم. البيترونا كيجيني انا ماشي خدم مزيان، وخدم طب مزيان، تسهل مع ساعود كان خصو يعطيه الحمراء، واحد الدخله الثانيه دخل فيها كان خصو يعطيه الصفرة الثانيه يعني والحمراء، ما حسبلهم شي واحد بينارتي. اذا جيتي تقول لي واحد بينارتي ديالنا بدون ما محسوب شي دخل، هو يعني ما تحسب لهم شي ديالهم وديالنا، يعني ثلاثين جوج، هذه ماشي عقليه ديال خصني يعني صح يخسروا، ولكن باش نوضحوا ان يعني ديك اللي كيشوف غير اللي علينا خصو يشوف تاع عاود اللي عليهم عاود تا هما، وداك اللي كيشوف اللي عليهم خصو يشوف تاع اللي علينا. انا دار على هاد التغطيه ديال هاد الضمه الطبي هادي، انا كيجيني العمارتي يعني فاشل كيف ما العاده، عادي عادي دابا هادشي خصنا نحيدو من القاموس كلمه فاشل ونسميوها العمارتي. يعني دابا ملي نقول لشي واحد اذا سقط في البكالوريا نقول له انت عمارتي مع راسك، مش توضح انه فاشل يعني فشل في واحد المهمه. عندك يعني التعليق ماشي كارثي، التعليق عمارتي، تصوير عمارتي يعني عادي، هادشي هذا غير الفاشل النخاء. كنتو بعدا فهاد البارديدو يعني فهاد المساوئ كاملة كنتو تجيبو المرضي، المرضي كيعرف يعلق عنده ديك بعدا ما يخلينيش بعدا، حيت إذا بقات بالحساسة إذا بقات كيتنقل البارديدوس، اذا ما جاوش من اللعبيه اليوم في الليل ولا ما راجعين تطوان يقول لك وصافي، ولا يجي ديك هذاك مول السناك يقول لك ريح. اذا بقيت انا نبقى نشد الصوت حسان، نبقى نسمع انا هادشي، انا نبقى نعمل الاغاني الهنداويه ونسمع بارديدو، انا نبقى نسمع انا ديك، وكتبقى ساكت وكتهضر غير غتخربق وكدهن. كنتو تجيبو محمد المرضي كان حساني طلع في هادشي هذا، ومحمد المرضي قال لي بدقمو انه ما يتخلصش هاد العام حيت كيبو في سيكوندا، نتوما الفلوس والفاشل كتقول في سبيلكم، ما كاين بو سبيلكم اساعي، ما كاين بو سبيلكم 7000 مره صح، راه 7500 درهم ديك اللي معاك، ديك اللي معاك كتذوقو ملي كنتي كتشرب كتذوقو يشرب، راه 7500 درهم في الشهر اساعي، بالرغم تبهدل راسك اصاحبي، شنو في سبيلكم؟ شوف اذا كنت انت غتخلص ثمن قليل، يعني اذا كنا كنعتبرو 4000 درهم ثمن قليل، راه انت قلتي لي عندك مهنه اخرى يا خور، مع هذاك ماشي تمن قليل. اذا جيتي قلتي لي ما كيتخلصش شهريا يعني ما كيتخلصش كل شهر، راه كيتجمعوا له، اذا شي واحد يطردو راه غيتمشي لديك القانون ديال الطرد التعسفي وغيديها بالدوبلي بالدوبلي بالتريبلي، شنو في سبيل؟ بحال اللي زعما كانوا مريحين بحرين، راه اليوم بري المغرب احنا نمشيو من يعني من عند راسنا ونمشيو نصوروا من اجل الجماهير، هذيك الخدمه هذيك الضرائب الناس تطوان، راه خصك تعملي وتعملي احسن من هيدا ونتقدك عليها بعد حسك بعد تفاديلها، والقايله عليه شنو نجيب لك المضال ولا الفلوس عندهم المقابل هي هاد الشيء هذا رهيف اصاحبي رهيف، وقد تغيلفني سعيد مع العلم انك يعني انسان حايل بحق تغيلف بهاد اللقطات كتغيلف رقم واحد مقلوبه جوج كتكتبوها قد هيدا، علاش ما كاينش قبل بارديدو؟ علاش ما كاينش قبل بارديدو ديك التيست يعني جرب الى تحشى كونها كيفاش تكتب هادي
علاش علاش هادشي كامل؟ علاش وديك ديك حتى اصلا كيفاش مكتوبه مخربه؟ حيت ما كاينش الرجل المناسب في المكان المناسب، ما كاينش المراه المناسبه في المكان المناسب. ها علاش كيوقع هذا المشكل هذا؟ 7500 درهم وتشوف لها خدمه صاحبي في مدينه تختنق، وتشني كتسمع لا ما كيتخلصوش كل شهر، كيتجمعوا له كيسالهم ايوا صافي سكوت. بيترو عيط خرج من لعبيه يشربو، حتى هو شراب وكيعيط له اجي يا عبد القادر اجي تشرب مويه اجي راه حنا عيين حتى حنا كنجاهدو، وما كتعرفش الاسماء اللي دخلوا وانت مدير اعلامي؟ يعني ملقاش، يعني انا كمشجع ملقاش على الاولى، اذا كنت مشجع متابع المغرب ملقاش على الاولى نعرف الملاعب. انت مدير اعلامي يعني صافي جلستي معاهم جوج سيمانات على الاقل سيمانه الاخرى فيهم، باقي ما كتعرفش لا ما شفتوش بعيد لا، وعمل المناظره، عمل المناظره سعيد، عمل المناظره عام كامل هايدا. دابا الله يسامح على هذا الشيء، انا ماشي كننتقد غير، انا علاش كننتقد؟ حيت عارفه عام كامل غير عاود نهار نهار دسلا عاود ام اطي عاود ديك المؤخرة هذيك الرمز دي اخرين عاود ديك واحد كبير عاود نفس التعليق مخربق عاود ديك الجودة عاود ديك كيتقطع 4 ساعة للشاحن وتيست صاحبي، وهي هذه هي البرو وتيست قبل. اش دخل هذه الماتيريال؟ اش دخل هذه في الماتيريال؟ اش دخل هذه في ضعف الامكانيات انك تيست قبل بارديدو؟ تشوف الشارج واش هو هذاك مشارجي كيف ما يتحشقهم كيفاش نعوضوا كل شيء، الزوايا مختلف الزوايا علاش صاحبي؟ واخا برا كامبو ما تقدرش في اللمبيك عاود كاميرا وحده عاود كاميرا وحده هايده ماشي راه بهاد اللقطات هادو. سمعت مع واحد حاجه كيعدلوها بارسا بهاد المناسبه تفكرتها، ديك خوان كامبار ديك المسابقه اللي كينظموها بارسا في كل عام، راه هادوك اللي كينقلوها راه ماشي شي شركه ديال بي ان هي اللي كتجي يعني تنقله، هادوك بارسا هما الناس د بارسا يعني اللي متخصصين في ديك التلفزيون نقول لك كيستعرضوا المهارات ديالهم في النقل التلفزيوني، هما اللي كيبيعوا الحقوق ديالها واستغل وبينوا صاحبي بينوا انكم كتعرفوا تنقلوا بارديدوس، انتوما كاميرا وحده وفوقي وفي السماء ولا كان الشتيوان لا هاد المره القايله، عملوا الكاميرات مختلفه بحال دابا هاد بارديد الامبيكا هذا اللي ماشي مع سلا يكون اول مره ما كاينش البوبليكو، يكون اول مره الكاميرا تحط في جهه اخرى في الجهه يعني في نص كامبو في كانوا كيريحوا بادوما ولا في جهه الواد شي كاميرا من تماك عاود ياسين ياسين ولا جيبو عاود شي واحد من الاداره يشبر انا كنظن ياسين شي كاميرا تماك هي قابطه الزوايا جر بين بداع صاحبي. اش دخل هذه في الميد؟ اش دخل اش دخل وصورها غير بالتليفون يعني هاد اللقطه اللي كنقول لك بعيده ماشي الكاميرا الكبيره، انتوما ما كتفكروش هيدا علاش ما وما كاينش الرجل المناسب في المكان المناسب يعني المراه المناسبه في المكان المناسب، هادشي علاش هاد التخربيق. غنذكر واحد النقطه ديال بارديدو تشوف فيها انا البوبليكو ديال ديك الكيبو ستاد المغربي، انا كصحاب ديال المخزن شي واش كيتزادوا تما كان حسبتي اللي في اليمين 16 واحد وصح اللي كيكونوا في الجهاد هايده يعني الجهاد اللي كان كيصور العمارتي صح كيكونوا بزاف صح كيكونوا بزاف 16 واحد زائد ما نقولوا نقول لك غير 16 في الجهاد ديالك يعني 32 واحد، اش من حق دخل هادو؟ علاش دخلوا هادو؟ علاش علاش دخلوا؟ حتى حنا خصنا عاود يدخلوا 16 عاود الامبيكا بريو ديال السلاح عاود ممنوع ممنوع كيعاقب عليها القانون، ودابا يخرج الكيب ويخرج ديك الكونسر الدوبور يخرج ويعترض على هذه ويقدم شكوى يقول علاش دخل بارديدو عاودوا بارديدو ولا عطيونا ثلاثة البونتوس، وبين انك كيبو مقود مع ريك مقود علاش دخل بوبليكو ديال اخرين وحنا ما ندخلوش، يدخلوا 32 واحد حتى حنا عاود لي عنه غير المخاخ د الالتراس يدخلوا حتى هما يحيحوا، والبعد واحد في الواد واحد في الفندق واحد في المنصه، علاش دخل هادوك تصطاد مع هاديك 16 واحد؟ علاش دخل؟ علاش دخل هي واحد ماشي 16 واحد؟ انا كنقول لك عساك اللي في الجهادي علاش دخلوا؟ علاش فيكم ما فيكمش التحرميه تصاحبي؟ انا نمشي تهضر نقول لك لا ماشي حنا اللي منظمين المباراه هادوك الشغل، وحتى حنا هنايا نعملوا عاود هاد الشغل عاود ديال العياقه عاود ما عارف كيفاش دخلنا هذا، وما قدام مخزنيه دخلوا واحد جوج مخزنيه واحد محيد الكمامه قدامه ديك 16 واحد حتى حنا عاود هادو غير داخلين خدامين مع الكيبو هادو هما اللي كيسيقوا الامبيكا.
ضعافين اصاحبي في هذا الشيء ده، وهذا الشيء اللي برا الكامبو الضعفانيه هي اللي كتظهر في وسط الكامبو اصاحبي. راه ما يمكنش تكون كتغلب وانت ما فيكش هذا الشيء هذا، يعني ما كتبدعش من واحد الناحيه وما فيكش التحرميه ديال المغاربه من واحد الناحيه. ملعب يا قهرونه غير بديك الشعار، ديك الشعار ما عندك اش كيقولوا لهم الملاعبيه ديالنا، ما عرفتش شكون تماك، ما عرفش ولكن ملاعبيه كاملين مبزقين بالشعر. اي لحظه كاملين مبزقين بالشعر. تقدر تقول لي ماشي شغلنا الحياه هذيك، الحياه الشخصيه الله يجعله يعمل الشعر تحته في نصه فوق منه مزيان. انا هاد الهضره هذه تقال، واذا كان كيعطي وما هو ضعيف وكيعمل الشعر ما مي كتشوفو كتغيلف منه. وكنقول لك اصاحبي خصهم يشبروا الكره ماشي يتصوروا مع هذه، يصوروا ياسين يدخلوها للانستغرام، مش تبقى كذكرى وصافي. انا كنت واحد مره ملاعبي مش ميتجوز واحد 10 سنين يضرب شوف تي في كيبكي، وانا كنت مع المغرب في السيكوندا وضحيت وكنتمنى الجمهور التطواني يعطف علي. هذا التخربيق هذا الشيء كامل على ذيك الروايه اللي توقع من بعد 10 سنين 15 سنه توجيدا للبكاوات. بلعات الشعر وغير هايدة، غير هايدة في الكاميرا عاود غير هايدة، كيطيح غير هايدة. والسيكوندا صاحبي بريميرا كنا كندوزوها بديك التحلوين، السيكوندا فينا بدات تقاتل باقي ديك الصنعة دا الشعر. شفت المرضي دخل في الخبر، تحية لديك السيد، ديك السيد محمد المرضي الصحفي الوحيد اللي كنشوف منه الأخبار. كندخل عنده واخا ما كنجمجم شي مرة ولكن كندخل نتأكد عنده، كنسمع له في راديو مارس حسن شي ناس معتبرين راسهم صحفيين في المدينة وما غير بيادق جاهلين ما قريين. أنا ما كنفهم، ما كتدخليش من راسي يقول عنده بطاقة صحافة هو جاهل، ما كتدخليش من الراس ديالي يعني صحافي ونعترض عليه هادي يعطيني من عندي من عندك، لا صح او جاهل ما كتدخليش هنا الراس. المهم قال واحد الخبر ان طنجي ميد جدات العقد مع الكونسير ديال الدوبر من هاد العام هذا. هادي شنو كيتبت هذا؟ ان كيتبت ديك الهضره اللي قلنا ان الجهات العليا وعداتهم، يعني وعداتهم 200 مليون يا اخرى على هذاك ديك الكونسير الدوبر ما هو معانا. هي كنتخيلو هي كنهضر عليه وكنتخيل ديك الوجه ديالو كنتغيلف قسما بالله. اذا كنتغيلف ما هاد الكيبو هذا كيبقى يغيلفك بهاد الفعايل هادو. انا اش كيقولوا لو كنت قلت انا ديك 21 غشت راه كنت كاعي مع الراس ديالي. انا قلت يعني في شي وقت ما كنتبعش من غير المغرب، انا كنت هادي عامله مع واحد الكيبو عاطيني حتى انا ديك القيمة اللي عاطيها الليلو، ماشي زعما يسميني يعمل شي تيفو باسمي في وسط الكامب ولا ما قصدتش. هاي كاين واحد الفئة انا كنعتبر راسي منه كيعجبنا ديك الفريق المحلي على شي فريق يعني عالمي معروف. بحال مثلا ملي كنشوفو شي كيبو في السيكوندا ديال الانجليز وطلع اول مرة من بريميرا كنفرحو كنقولو تشوف اصاحبي الناس كيتبعو الكيبو اول مرة يطلع من بريميرا واخا هداك بيخو تبعو. في السيكوندا اسبانيا اول مرة يطلع من بريميرا اسبانيا كيعجبنا الحال، في السيكوندا ديال الارجنتين اول مره ما يطلع الارجنتين واعر هادشي هذا، وباغيين كنا نعملوها في المغرب وفي تطوان. ولكن ملي كتشوف الكيبو ديالك واحد وباغي تعطيه كلشي هو ما جا كيتحلون، وهاد كيتحلون معروف شنو هي المصطلح ديالها بالدارجه، يقولوا لا ما خصنيش المشاركه الخارجيه. علاش نبقى هذا عاطيه ديك الشغف ديالي كامل من هاد المنبر؟ كنعتبر عدت لتشجيعي يعني في اوروبا، عدت لتشجيعي ببارسا وتحياتي لمحمد العوداتي ومطاخي غانتيس. غنبقى نعمل الفيديوز حتى على بارسا يعني، واذا بقى الوقت وشفت انه ما كيتعترضش مع التوقيت المغرب غنبقى نعمل الفيديوز حتى على بارسا. انا دابا باغي تكون مع راجل هو كيتحلون عليك، ما تقدرش تبقى مع راجل بحال شي عايله، يعني شي عايله باغي تكون مع راجل وهي كتمشي تعطي، ما يمكنش تبقى عاطي معاها انت عاود داكشي كامل. راه والله ما كانت تطوى عندي في الحاله المدنيه مكتوبه هايدا مرسومه في الولاده ديالي تماك شحال هادي، ولكن هي ديك الدبره ديال انك تولدتي هنايا. واحد التبادله يا اخرى ماش ما نساوهاش، يا اخر قبل اخر حاجه، حيت اخر حاجه تكون مهمه بزاف، ولكن قبل اخر حاجه
تواقد خرجت تواقد تواقد كيشافون ديك العام 2010 2011، عندك غير وقع شي اضراب في الاخر د العام وصافي، كيشافون ديك العام 2010 2011 تواقد بلا اسم، شو على تبهدله. دابا انت تقدر تظهر لك هادي عادي يعني بالكرونولوجيا ديال البطوله ديال المغرب وكيبو سابع سيكوندا كتظهر لك عادي، اتخاوى ركزنا على بارديدو وتركز لي على الاسماء في التواقد، هذيك العميقين ديالنا عاود العبر. ولكن شوف واحد الحاجه، ان الكيبو دابا علاش انا لاحظت هادي، المغرب مع اسفي كانوا اول كيبو في المغرب يعملوا الاسماء في التواقد في البطوله ديال المغرب، اول واحدين 2007 2008 بريود وجد، بريود وجده في رمضان هذاك دار بانزير وحشر على طريق المنصفي، كنظن كان اول بارديدو يعني اول كيبو كنظن لعبنا قبل اسفي ولا اسفي لعبوا قبل منا، كنا اول واحدين في المغرب دخلنا هذه القضيه الاسماء في التواقد. يا اخي نداو تشامبيونز ليغات يعني الرجاء والوداد والجيش وما كانوش عاملين الاسماء، كانوا كيبوس ضد الدوله وما عملوش الاسماء، حنا عملنا الاسماء. شو دارت دارت بحال اللي كنرجعوا باقي صغارين، بحال اللي كنرجعوا باللوري، دارت الايام حنا ما كاينش الاسماء في التواقد وعادي هادشي. علاش؟ حيت بوبليكو غيبقى مركز على ديك الخساره ديال شنو واحد، مع العلم انا كنقول لك راه اهم حاجه الخساره، بصح الخساره هي العنوان الاساسي، راه ما يمكنش الا كانت عندنا شي صحيفه نكتبوا اسم يعني قمصان بدون اسماء يا للفضيحه. لكن هذا كيدل لك على ان الاختصاصات في الكيبو غايبه، ما كاينش شي واحد مسؤول على هذا الشيء. اقول لك حتى الجوله اربعه عاد يرجع يجيبوا بالاسماء. اخر نقطه وهي كتغيلفني هاد اخر نقطه بواحد بين قوسين فيها، ولكن اهم نقطه ان اذا ما رجعش البوبليكو راه خصو ضروري يرجع البوبليكو هاد العام، واما واقيلا غنونسو ديك القنيطره ونبقاو عاود هابطين شابري الفندق، ضروري يرجع البوبليكو ضروري ضروري. اذا كانت هاد الاداره هذا كنتفكر هذيك الايام صاحبي مش يعني مي كان مي كان باقي بوبليكو كيبقى يخرج صاحبي وهو بديك الكرش هذاك السرطان الضبور هذاك كيبقى يخرج بديك الكرش كيبقى يصفق مع بوبليكو مي كنغلبو كيغيلفني يا صاحبي كيغيلفني، كنبقى نتفكر له ديك الكركصه ديالو كيغيلفني. كون كان هذاك راجل كون كان الراجل هذاك خانه هذا كان بعدا يبقى دائما يلمح حتى تهضر حتى تهضر صاحبي كنحرق الطاقه ديالي، كان يعني يلمح يرجع للبوبليك وراه من الصالح ديالك المكلخ. ولكن انا عارفك ديتي الوعد مع هاد الوالي ولا ديتيه مع هاد شي جهات عليا ان طونجي ميت غترجع لك عقد رعايه، كاين شي شيكات من تحت من تحت عاود كيعاونوك، ديتي الضمانه ان البوبليكو ما غيكونش هاد العام عليها يعني بقيتي في الرئاسه يعني ضامن ما غتسمعش على قلبك، عندك بلا قلب بلا نفس. انا قلت لك حتى واذا كان الوالي كيرغبك تبقى راه كتجي من عندك انت تقول له الله يسامع لا ما نقدرش انا بنفسي انا ما نقدرش نسمع تزابل عليا انا ما فهمتش الدري دب قلت عليه انه كينتمي من واحد الدوله اسيويه خرجوا لي اولاده ولا كيبكي ولا هادي هذا تطوان كامله خرجت عليه كيزبلوا فيه هو ولا ما عنده حتى شي ولد يقول له الوالد شحالهم كيزبلوا فيه هنا واش طلع الدري بنفسه عليك مئات الاف مرة صاحبي قلة النفس صح كن انا ميكت يعني كنحاول ننسى ديك الوجه ديالو والله العظيم كرهت الوجه ديالو كرهتو 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 ديك الدخانة كرهتو ميرجع الحاجة يعني المتنفس الوحيد في المدينة مقودة في جميع النواحي كيرجع بهاد الغيلوف كرهتو. اما الكيبو راه هذا هو اللي يعني هادشي اللي غنبقاو عاطين به حتى يرجع البوبليكو، ما يرجع البوبليكو كنظن غيكون واحد التحسن من صالح الفريق، ما غنبقاوش نشوفو بنادم مقابل غير شعرو كيضحك في وسط البارديدو مع عصام الراقي ما كيشوط فالطا، حيت ما كاينش البوبليكو يهلل عليه يزبل فيه. علاش كنقول لك ضرورة عودة الجماهير؟ كنتمنى يرجع البوبليكو يعني واذا ما كانش يرجع مورا ديك الدوره العربيه يعني ديك كاس العرب ولا ديك كاس الشرق الاوسط وشمال افريقيا ولا يرجع كنظن مورا شهر جوج د العام اللي ماجي، كنظن هذا اقصى الاحتمالات واما عاود حتى العام اللي ماجي. انا كنظن عنده شي وعد من ديك الكبارين عنده قالوا له حتى العام اللي ماجي يعني معاه هو يقود وغاتجي هي هذيك العام اللي مورا غيرجع البوبليكو. اما هذا العام ما كنظنش بهاد الفعايل غير رجع بوبليك. المهم اخواتي
قلت لي عندي، يعني كنتمنى نكون قلت لي في بارديدو كامل. اذا كانت شي حاجه يعني ان شاء الله نبقاو نهضروا عليها في المقالات. تهلاو وبيبا.